السلام عليكم. موعد مباراة المنتخب العراقي ومنتخب كوريا الجنوبية الودية استعدادا لكأس آسيا 2024، والقنوات الناقلة لهذه المباراة، حيث يتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة من كأس آسيا إلى جانب كل من المنتخب الياباني ومنتخب إندونيسيا ومنتخب فيتنام، فيما يتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من منتخب ماليزيا ومنتخب الأردن ومنتخب البحرين. وسيواجه العراق كوريا الجنوبية في مباراة دولية ودية استعدادا لكأس آسيا يوم السبت 6 يناير 2024 في تمام الساعة 2 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت العراق والسعودية إن شاء الله. ومن المنتظر نقل هذه المباراة على قناة العراقية الرابعة وعلى قناة أبوظبي الرياضية.